حياكم الله أخي موسى، أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور نصر، أنت من وين الأصل؟ أنا من درعا جنوب سوريا، من قرية اسمها علمة. طبعا بشكل عام الحريري هم أصلهم، ويعني خرجوا من بصر الحرير، بس كنت من حوالي 10 سنوات في درعا المدينة. نعم، بصر الحرير اللي حواليها كلها مناطق عسكرية، الفرقة الخامسة طبعا هي يعني درعا بشكل عام هي بلد جبهة مع العدو الإسرائيلي، فيها تقريبا بالإحصائيات حوالي 35 إلى 40% من حجم القوات العسكرية التابعة للنظام السوري موجودة في محافظة درعا، وبالذات هذه المنطقة هي منطقة عسكرية بامتياز. طبعا أنت خرجت من الداخل، لم تأتي من الخارج إلى منصبك. كم بقيت في الداخل؟ أنا خرجت من سوريا في شهر 11 2012 لأول مرة، خرجت إلى الأردن طبعا بعد عدة اعتقالات، بعدها صدر حكم بالإعدام الميداني على 3 من الزملاء الأطباء، كان منهم الدكتور عيسى عجاج الله يرحمه، صفي على حاجز الضاحية، والدكتور عادل حصان صفي ساعة الواحدة ليلا، أنزلوه من الطابق الخامس من حيث يعيش إلى الطابق الأول وهو طابق غير مجهز بعده على العظم يعني، فأطلقوا عليه النار برأسه ويعني استشهد في هذه الليلة، وكنت أنا الثالث، فخرجت إلى الأردن الشقيق بعد أن صدر بحقي حكم بالإعدام الميداني. هذا كلام بتاريخه متى؟ الإعدام الميداني أول ما سمعنا به بشهر 9 2012، والحقيقة ما صدقت يعني، لا أنا ولا الدكتور عيسى ولا الدكتور عادل الحصان ما صدقنا هذا الموضوع وقت، ما كان لسه في حديث عن إعدام ميداني. صدر عن من؟ عن الأمن العسكري اللي اعتقلت فيه عدة مرات. لا مش صدر عن محكمة أو اعتقال، لا الأمر شفناه سيدنا من يعني فرع الأمن العسكري، أنه 3 أطباء من 10 لم تعلن أسماءهم، أما 3 أينما وجدوا يقتلوا، منهم دكتور عيسى عجاج، دكتور نصر الحريري، الدكتور عادل الحصان. بعدها أنت ذهبت إلى الأردن، لديك بتعرف المخيمات يعني عشت في وين؟ رحت على الأردن؟ والله أنا لما نصحنا عدد من الأصدقاء والناس العارفين بالموضوع أنه فعلا في حكم إعدام ميداني، أخي لازم تطلع وجودك بخطر رجاء، حتى بعض الإخوة والزملاء بهدلوني أنه أنت شو لسه عم تساي هون، فرجاء اطلع. فأنا ترددت كثيرا بين شهر 9 لشهر 11 كثير، أنه أو شهر 7 أعتقد، يعني أنه كلامه صحيح مو صحيح، لحتى استشهد دكتور عيسى عجاج، ورحت عملت تحقيق مع المنازل المحيطة باستشهاد الدكتور عيسى لحتى تأكدنا تماما أنه هو صفي عن قصد يعني أعدم إعدام. فوقت عرفنا أنه الوضع جدي، استشرت بعض الإخوة أنه أخي خلاص أنا قررت أطلع، أنا وحتى من زملائي اللي طلعوا معي أطباء كذلك، فدلونا أنه شلون طلع، كان يعني الله يرحمه الدكتور الصيدلاني خالد الحشيش، كان هو فاتح محل أو يعني مكان للتجهيزات الطبية تحت عيادتي مباشرة، وهو أخ مقرب، فسألته دكتور خالد أنا هيك، قال لي عندي الشغلة كلها أنا بعرف من الألف إلى الياء، هو رتب لي، هو إجا أخذني بسيارته الأفانتي من باب الفيلا تبعي في درعا الضاحية، وهو تتحمل كامل المسؤولية لحتى وصلني على المنطقة الحدودية، واشترى لي سيم كارد حقه، هو دفع حقه 500 ليرة، 500 ليرة سوري سيم كارد أردني، وأطلعنا الشباب قسمونا قسمين، أنا لحالي وزوجتي وولادي لحالهم، لأنه أنا بدي أنزل بالماتور وزوجتي وولادي راح يمروا على حاجز للنظام لا يخشى عليهم كان وقته، بينما أنا مطلوب. فنزلت أنا بالماتور بمنطقة هيك وعرة جبلية، وبعد شي ساعتين التقينا أنا وزوجتي وولادي وأطلعنا إلى الحدود الأردنية، ظلينا تقريبا حوالي 6 ساعات في المنطقة الحدودية، إجت باصات شالتنا إلى مخيم الزعتري. أنت في مخيم، يعني أنت خريج مخيم، مخيم الزعتري. نعم، مخيم الزعتري بدايته كان الآن يعني أنشئ، فكان إلى الآن لا تزال المنطقة رملية، لا فيها زفت ولا شوارع معبدة ولا هم يحزنون. كم بقيت في الزعتري؟ بقيت في الزعتري كإقامة مع زوجتي وأولادي حوالي 10 أيام، وعملت به لمدة 2 شهر في العيادات السورية، العيادات السعودية، متطوعا بدون أجر. بعدها ب2 شهر اجت الإدارة في المملكة العربية السعودية قررت أنه تعطي للأطباء العاملين معها تطوع، أنه تعطيهم تعويض يكفيهم التنقلات والروحة والجية. لديك أقرباء الآن في الزعتري أو في المخيم؟ أوه كثير. من؟ يعني لي في ذمة الزعتري حتى الآن والدي 80 سنة، عامل مجازات قلبية. والدك أنت في المخيم؟ نعم. والدي في المخيم. والدتك ولا؟
أكمل دكتور، لا بأس يعني أن تتذكر أياما صعبة. والدتي كذلك المخيم حتى هذه اللحظة، والدتي الأخرى ثانية، أنا لي والدتان، يعني أبوي ما كان يجي أولاد فتزوج زوجة أخرى، والدتي الثانية بالمخيم. ليه تبكي دكتور؟ أربع أخوة لي، محمد هو إجازة في التاريخ منشق على المخابرات الجوية مع زوجته وأولاده، أولاده أعتقد حوالي 9، يعني ماني متذكر كم ولد يعني ما شاء الله عنده. أحمد هو إجازة في العلوم الطبيعية. يعني كل عيلتك في المخيم؟ إخوتي الأربعة وعيالهم. يعني واحد بيسمع أمين عام ائتلاف يفكر أنه كل عيلتك وناسك عايشين بفنادق. لما خرجنا لا كان في ائتلاف ولا كان في مجلس وطني ولا كنا نتخيل. شو جابك على هالورطة هاي؟ إلي أخ طبيب، الأخ الأصغر طبيب، حوصر في اليرموك لمدة طويلة، كان هو معتقل عند المخابرات الجوية بالمخيم اليرموك، طلع من المخابرات ظل 4 شهور. فحكى معنا أنه أخي أنا مو قادر أجي على البلد أشوف أمي وأبوي وأشوفكم لأني خايف الحوادث اللي على الأستراد ترجع تكمشني من جديد. فراح التحق بمستشفى تبع مخيم فلسطين وبقي فيه فترة طويلة. لما شفناه أول مرة صورة على الفيسبوك كان هو ما شاء الله صحة، لقيناه كثير ضعيف وبقي محاصر في اليرموك إلى الآن. هو موجود مع أعتقد فصيل اسمه أبابيل حوران، موجود في منطقة القدم والعسالي والصدام. هو مسلح، هو طبيب ميداني. طبيب ميداني. طيب. لكن لما يطلع الجبهة قال لي نحن أضعنا هيك على جانب شخصي في حياتك، سامحنا يعني أنت أمين عم كان مفترض أن نتكلم معك، بس أنا بحب يعني الحكي لهذا الناس اللي بتسمعه كثير أبتعد عنه خلينا يعني نتعرف عليك أكثر وكذا. يعني أنا أعرفك لكن جمهور ربما من السوريين لا يعرفك كثيرا. أنت سويت قرارات جريئة في الائتلاف الوطني، وصفت أنها جريئة، يعني تعرف أنه كل قرار في الائتلاف الوطني متراجع عنه حتى يثبت العكس، يعني من كثر السحب والإقالة وشيء من هذا القبيل. لكن في النسبة لقراراتك التي اتخذتها، أنت متهم أنه دائما تتخذ قرارات وما تسأل أحد، مزبوط؟ بس تسمح لي أعود إلى الوراء قليلا. تفضل. كونك يعني سألتني عن أهلي ولو ما سألت ما بجي، بس يعني أبعث لك تحية للوالد والوالدة والوالد الثاني وأخوتي، كوني لا أستطيع زيارتهم إلى الآن لظروف خاصة. مش لظروف خاصة، أنا سمعت أن أنت قبل، معلش خلينا نحكيها بصراحة، أنت منعت من دخول الأردن من فترة. يعني منعت والأخوة في الأردن رجعوا كذلك، نظمنا زيارة وأشكرهم على هذه الزيارة. بعديها يبدو في يعني في حدا منا نفسنا احنا بجوز السوريين عم يشتغل فينا الله يجزيه الخير، فالان لا استطيع ان اجيبهم الى تركيا ولا استطيع ان ازورهم في مخيمات الزعتري. اتمنى ان تكون شاشتكم توصل لي معايده لوالدي ووالدتي بمناسبه عيد الاضحى اللي مر وقته فات وقته الان. يعني كل عام وانتم بخير وان شاء الله هيك نجتمع بسوريا من جديد في دمشق. الحج اسمه موسى، موسى ابو ياسين، موسى سميه يعني. ايه سميك نعم. طيب لحج موسى ان شاء الله كل عام وهو بألف خير ان شاء الله. القرارات وربي يطول في عمره. القرارات اللي ومن يعش 80 حولا لا ابا لك يسأمي. القرارات اللي اتخذت بالائتلاف طبعا لم تكن هي صنيعتي، الحقيقه هي ثمره لفريق كبير موجود بالائتلاف كان لديه رغبه عارمه بان يتم تصحيح ما يمكن تصحيحه. طيب. وإنما وجودي كوجود بالأمانة العامة قد يكون يعني أقول نالني هذا الشرف أو وجهت الكاميرات نحوي، لكن هو حصيلة عمل فريق. أحيي هذا الفريق وأحيي كل الناس المخلصين الذين يرغبون بخدمة البلد ورفع المعاناة عن أهلنا في سوريا. طبعا كلامك تمام. خلينا على قرارات بسرعة. إيه؟ أول قرار أنت اتخذته وقتها ما هو؟ بإقالة وحدة تنسيق الدعم وال وأيضا وزير الصحة، هذا أول قرار اتخذته صحيح؟ يعني كان في بعض القرارات قبله، قرارات الإقالات يعني أصلاً. يمكن ما أخذ يعني هذا الأول قرار. طيب هذا القرار نافذ إلى الآن ولا لا؟ القرار هو قرار اتخذ بناء على لجنة خبرة فنية مؤلفة من أطباء واختصاصيين ومنهم مختصين بموضوع اللقاح، أجروا تحقيق وخلصوا إلى هذا الرأي القانوني ونوقش في الهيئة السياسية وتم اتخاذ قرار بشأنه ونفذ هذا القرار. الآن شيء طبيعي يشعر بعض الأشخاص الموجودين بهذا الملف بأنه هذا القرار ظالم ولم ينصفهم، فقدموا بطعن إلى اللجنة القانونية واللجنة القانونية أصدرت توصية
بأنه هناك جملة من القرارات المتخذة من الهيئة السياسية هي ليست من صلاحيات الهيئة السياسية في النظام الداخلي الذي يحكم عمل الائتلاف. والآن كل الأوراق موضوعة أمام اللجنة القانونية حتى تتأكد وبناء عليها. معناتها القرار لحد الآن هو نافذ ما لم يتم. هو القرار التراجع. نافذ ما لم يتم عكسه. تم سحبه أو حاجة زي هيك. توصية من اللجنة القانونية. يا أخي بغض النظر إنه في عندك أنت في عندك مسؤولية أخلاقية هون. بغض النظر أنه اتفاق هيئة أو ما هيئة أو ليش من أمتى تتخذ قرارات الائتلاف عدم مؤاخذة بالإجماع وشيء من هذا القبيل والهيئة العامة. في عندك جريمة حصلت في إدلب صحيح؟ في 17 طفل أو 15 طفل قتلوا خطأ بلقاحات عن تقصير سواء كان وحدة تنسيق الدعم ولا في من يجب أن يدفع الثمن صح ولا لا؟ طيب هذا يحتاج إلى قرارات؟ يعني هذا سؤال يعني هل هذا يحتاج إلى قرارات؟ يعني آخر شيء إذا ما طلع قرار العقوبة ما بتطلع هيك عفويا. هذا الموضوع أخي موسى هلا هناك الأشخاص اللي قاموا بإعطاء اللقاح للأطفال حدث خطأ معين بدل يعني مادة معينة أعطوا المواد المستخدمة بالتخدير والتي تؤدي إلى شلل عضلي وبالتالي حصل ما حصل. بتصوري أنه المسؤول عن يعني الحالة بشكل عام يتحملها ناس كثيرين وأولهم أنا أقول عن نفسي يتحملها أولاً الائتلاف اللي ما استطاع إلى الآن أنه يخلق مؤسسات كفؤة ملتزمة بقوانين لها قوانين داخلية ناظمة إلى الآن عم بيتم العمل بالطريقة الارتجالية تمام؟ ويعني الاعتراف بالخطأ هو أول مسار التصحيح تمام؟ فوجه اللوم إلى الائتلاف إلى الحكومة المؤقتة إلى وحدة تنسيق الدعم كل شخص طلع من لجنة الخبرة الفنية أنه هذا الشخص يتحمل مسؤولية تم اتخاذ بهذا القرار بهذا الشأن الآن, مؤامرة الآن قد يكون هناك خطأ بالقرار شخص مظلوم هذا موجود في كل الدنيا اللجنة القانونية ستحقق وترفع توصياته إلى الهيئة العامة من جديد. أنتوا كيف تجددوا بتعطوا تسحبوا ثقة من رئيس حكومة وبعدين تردوا بتعطوه ثقة يعني سابقة تاريخية لم تحصل في التاريخ تسحب الثقة من رئيس حكومة مؤقتة معارضة في المنفى أو في الداخل أيا يكن لما شاعت في الاصطلاح ومن ثم تجتمعون وتعطوه الثقة كيف هذا؟ هذه الحكومة عمرها اليوم قريب من السنة ونشأت في ظروف صعبة ولم يتأتى لها الدعم اللازم لعملها قدمت ميزانية تقدر بحوالي 300 مليون دولار شهريا حتى تستطيع إنجاز أدنى يعني مستويات العمل المطلوب منها. للأسف ما تأمن لهذه الحكومة هو 67 مليون دولار يعني ما يعادل يمكن 50 مليون يورو أعطتها قطر الشقيقة مشكورة للحكومة السورية المؤقتة طول هذه المدة. فماذا نطلب من حكومة تأمن لها دعم أقل من 4% من الدعم المطلوب خلال فترة طويلة أن تقوم بعمل حكومة موجودة في بلد مستقر وتستطيع إنجاز كل الملفات بالطريقة السلسة والروتينية المعروفة. لا شك أنه الحكومة إذا تابعت منذ تأسيسها هناك خلل بالأداء واضح هناك مشاكل في مواضيع التوظيف هناك يشار إلى بعض الشلالية أو المحسوبات هذا كله إحنا مقتنعين فيه لكن الطريقة التي أدت إلى إقالة الحكومة أعتقد أنها كانت طريقة فيها شيء من الشخصية والكيدية ويعني طريقة فردية. الائتلاف منذ ولادة الحكومة لم يضع علاقة ناظمة واضحة بين الائتلاف والحكومة لم يضع لها برامج أو لجان برلمانية طيب هذا كله الائتلاف. أنت إعادة الثقة لها إيه؟ لا أنا بدي أوصل لك ليش أقيلت الحكومة إيه؟ فبالتالي ليش رجعت طيب أوكي فإحنا حطينا حكومة يتيمة ليس لديها أي مقومات عملت اللي عملته الآن وصلنا إلى درجة الإقالة كان هناك عدد كبير من تيار الوسط داخل الائتلاف يقول أنه أخي إحنا تمام مع إقالة الحكومة لكن بنعمل لجنة تحققي أخي بهذه الادعاءات أنها هل هي صحيحة ولا مش صحيحة طيب أوكي لما أنت بدك تقيل الحكومة يعني أدنى شيء أنك تكون مجهز بديل تكون قادر خلال أنت 4 أسابيع اللي هو الشهر المحدد بالنظام الأساسي تكون مجهز فريق وزاري على رئيس حكومة مش ضروري يا دكتور نصر يعني هل عجزت الخصوبة السورية على أن تلد يعني وزراء لا لم تعجز ولن تعجز بإذن طيب الله أوكي. لكن 3 شهور مضت حالة من الفراغ على عيني كلمة البديل دائما هاي كلمة دائما شماعة والله شو البديل في بديل شو يعني الله يجعلها هي حكومة بكل الأحوال إيه ما استطعنا أنه نلاقي بديل ما سوينا بديل 3 أشهر معقولة أول مرة تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة ثاني مرة تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة الدول أوقفت كل تعاملاتها مع الحكومة بانتظار
الحكومة الجديدة، الحكومة المبلغ المالي الموجود لديها استنزف بتنفيذ بقية المشاريع. طيب. دخلت الحكومة خلال هذه 3 شهور بفترة فوضى أكثر من الأولى اللي كانت موجودة فيها. بأمانة دكتور نصر، هاي الشعب السوري بيشوفنا. نعم. هل كان هناك تدخل إقليمي أنه قالت مثلا دولة قطر أو أي دولة أخرى أنه بدنا طعمة أو أنا أو كأمين، ما في كأمين عام بالنظام الأساسي يعني يعتبر هو الزنبرك تبع اجتماع الهيئة العامة. أنا تلقيت اتصالات أنا تلقيت اتصالات متعددة من الإخوة الأتراك وجلست لقاءات شفهية كذلك متعددة في الفندق اللي تم فيه اجتماع الهيئة العامة. كل اللقاءات كانت تركز على ما يلي: أولا وحدة الائتلاف، ضرورة التفاهم بين بعضنا، ضرورة أنه نحل خلافاتنا أو مشاكلنا أو اختلاف وجهات النظر. أنه في مسؤول تركي إجا داخل القاعة سلخهم بهدل داخل القاعة أعضاء الائتلاف، أبدا ما حدا منهم قال أخي أنه أنا أدعم المرشح الفلاني أو رأينا كذا. أيوة. كان كل الكلام موجه أنه أخي أخرجوا من الاجتماع بنتيجة التي ترتضونها، لكن حرصنا على أنكم تكونوا موحدين. لا، في ناس بهذه الظروف الصعبة من دواعي الفشخرة الوطنية بيقول لك أنا زلمة قطر، أنا زلمة السعودية، أنا زلمة تركيا. هلا إذا صار اتصالات فردية هذا ليس شأني لأني ما سمعته، لكن أنا أعتقد أنه هناك أشخاص بالائتلاف يستثمرون دول أو علاقات مع دول لفرض أجنداتهم الشخصية، ولا أعتقد أن الدول راضية أو هي فعلا بهذا الصدد. طيب الداخل السوري يا دكتور ناصر، يعني معقولة أنتم ائتلاف وطني واضرب واطرح ومعكم شيء بالداخل والداخل ما بيحبكم يا أخي، شو الحل معهم؟ الداخل والخارج، القرية والمدينة. لا، الخارج بيحبكم. إيه أقصد. لا لا لا، عفوا أنا بحكي عن مصطلح. إيه لا، داخل خارج. نعم، ما أتكلم عن الشعب السوري في الخارج يعني. قرية ريف. أقصد الخارج يعني المجتمع الدولي. قرية ريف، طائفة طائفة، عرق عرق، هذه مفردات أنا أعتقد أن النظام استثمرها ولعب على وترها بشكل جيد جدا. سيدنا موضوع الوطنية لا يقاس بأنه داخل أو خارج، هناك ناس وناس بالخارج اشتغلوا للقضية السورية أكثر من الناس اللي بالداخل 100 مرة، وفي ناس بالداخل كذلك اشتغلوا أكثر من الناس بالخارج 1,000,000 مرة. احنا لما نقصد بالثورة السورية أستاذ موسى نقصد الناس الوطنيين داخل سوريا أصحاب القضية، والناس الوطنيين خارج سوريا أصحاب قضية. اليوم في عندك ملايين من الناس موجودين في الداخل لا زالوا إلى الآن مرتبطين بنظام بشار الأسد بشكل أو بآخر، صحيح ولا لا؟ صحيح. وفي عندنا كذلك عشرات الآلاف من السوريين اللي خرجوا إلى برا إلى الخارج استغلوا الثورة وتسلقوا عليها وحاولوا يحققوا مكتسبات على حساب الثورة. هاي المصطلحات أو هاي المفاهيم لحتى إحنا نصل لحالة نموذجية نستطيع من خلالها يعني مساعدة الثورة السورية، يجب أن نتحرر من هذه المصطلحات أبدا. الداخل السوري هو موجود في أعماقنا، موجود في قلوبنا، ليس بس من الناحية النظرية بل من الناحية العملية. اليوم في جيش من الناس المخلصين اللي بيشتغلوا بالخارج هم حريصين على استمرار الثورة السورية، ولو توقفت جهودهم لا أقول الثورة ستنتهي ولكن لتأذت أذية كبيرة. واليوم بحكم أنه صار في رؤية جديدة بالائتلاف الجهد منصب، كل الجهد تقريبا اليوم منصب على موضوع العودة إلى الداخل، فلا بد من الناس الوطنيين في الخارج والداخل. مين من أعضاء الائتلاف اللي عنده القدرة ويروح يقعد بكفرنبي؟ إلى الآن الأخ فيصل الشامي عضو ائتلاف لم يخرج من دمشق. لا لا لا، أنت تعلم من أقصد. أقصد اللي موجودين حاليا برا من أعضاء الائتلاف. طيب برا. بس اسمح لي إني أعرج على أنه إحنا في عندنا عدة زملاء موجودين، والأستاذ الأخ عبد المالك كاخية موجود في الحولة، والأخ دكتور محمد غيم، والأخ فؤاد علوش، والأخ أحمد ترماريني، هم موجودين في الداخل. هلا قسم منهم هو بعيش خارج تركيا لكن يدخل بشكل مستمر، يقضي أيام، يتابع. طيب. مشاريع معينة. وفي قسم الحقيقة إلى الآن. طيب. ما دخل أبدا. الآن مين هم الأشخاص المستعدين للعمل؟ أخي موسى احنا قبل حوالي 3-4 أسابيع قضينا عدة أيام في حلب وإدلب وحماة، كان فيها السيد نائب الرئيس دكتور محمد قداح، وكان فيها الأمين العام، وكان فيها حوالي 10 من أعضاء الائتلاف. زرنا في عدة مناطق، التقينا مع الفصائل، مع المجالس المحلية، مع منظمات المجتمع المدني، مع بعض الناشطين. ووضعنا يعني خطوات لتأسيس عمل في الداخل. عفوا دكتور آسف، تروحوا تاخذوا لكم كم صورة ولا كذا. الناس في الداخل، أنا رحت بين القرى وبين المدن بين كذا، ما في متابعة يعني. ما في كذا، بيقول لك طيب أنتوا هاي القسم الذي هذا في سوريا هو تحت، على أساس أنتوا بتروحوا أدم المجتمع الدولي تقولون هذا القسم من سوريا تحت سلطتنا تحت صلاحياتنا، فأنت ما توجب عليك أنك تكون مع الناس بحاجاتهم بأكلهم بشربهم بالتأمين الغاز والكهرباء والمي والأشياء هذه، في غياب تام. صحيح. عن هذا الأمر يعني أنت تفوت الحدود السورية
تقول له انت ضابط في الجيش السوري ولا تقول له انت عضو ائتلاف وطني في بعض الاماكن وانت تعرف يعني. صحيح. هذا صحيح. فهذا الشرخ كيف انت عم تشتغل عليه في سبيل انك تردم؟ اول شغله انا قلت قبل قليل انه الحكومه السوريه لم يتاتى لها الا 4% من الدعم المطلوب. اليوم احنا بنقول انه في عندنا الاف الموظفين التابعين للحكومه السوريه المؤقته في مختلف المجالات بالصحه وبالتربيه والتعليم. الاف في الاف الان. انا لا ما بقدر اعطيك القوائم لانه القوائم في مناطق يعني في الداخل ايوه في الاف الموظفين التابعين للحكومه السوريه المؤقته. وين بيداوموا؟ انا ما وين. فمثلا انا اسمح للحديث عن نفسي عن محافظه كمحافظه. الدكتور خالد عميان مدير صحه درعا الحره. الاخ محمد قطيفان مدير التربيه في درعا. وهدول الموظفين في التربيه تبع بياخذوا رواتب لوزاره التربيه لوزاره الصحه في الحكومه السوريه المؤقته. ولوزاره التربيه بياخذوا رواتب وامورهم تمام طبعا. أيوة. الان حكى معي قبل ايام انه يا دكتور بس الرواتب عجلونا فيها في عجز صار لهم شهرين ما دفعوا. طيب لحظه مدير الصحه في محافظه درعا مثلا كذلك عنده عدد من الموظفين، مسؤول الامراض المزمنه، مسؤول الادويه، مسؤول كذا. فعملنا على انشاء مديريات مصغره تقوم باداره الملف الطبي او ملف التربيه التعليم وهكذا. ولكن اعود فاقول ضمن الامكانيات الموجوده، اما لو كان هناك امكانيات اكبر لكان العمل اختلف جذريا. ناتي على التمويل. انتم منين عم تجيبوا مصاري؟ انا من لحظه دخولي للامانه العامه لم نتلقى اي درهم او دينار او دولار او اي عمله من اي دوله للاسف. يعني انت امين عام مثلا. ايه؟ انت يعني افتراضيا انت زي المرشد. نعم. زي يعني بس يعني لاقي لي كلمه غير يعني المرشد. لكن اقصد انه يعني مثلا انت حتى بالادبيات او بالائتلاف عندما انشئ صلاحيات الامين العام ربما اعلى من صلاحيات حتى نعم. رئيس الائتلاف. نعم. بمعنى انه كالمرشد يعني. لكن اقصد انه انت لما جيت استلمت هذا المكتب ما كان عندك بالكاظه فلوس حاجه زي هيك؟ يعني في فلوس كانت بالحد الادنى، يعني اكاد اقول انه شبه يعني يا دوب تكفي الرواتب او المبالغ التشغيليه خلال هذه الفتره. تشغيليه لك ولا لا؟ لا، انت في عندك الائتلاف، في عندك الاي سي يو فلست قبل فتره. اعطيناها راتب شهر او شهرين. نعم. في عندك عده ممثليات. يعني وحده تنسيق الدعم. في عندك عدد من الممثليات موجود حول دول العالم. لا لا، اقصد انه هاي الاموال هاي. ايه؟ انتم عندكم عجز الان في. نعم. دوله عم تدعمكم كل شهر وتعطيكم فلوس؟ لا اكيد ابدا. كم منين عايشين؟ المبالغ اللي سلمت المبالغ اللي سلمت للائتلاف من لحظة ولادته إلى الآن يعني من حوالي سنتين هي تقريبا ها عشان ما واحد يقول لي خيو طلعنا زيادة مليون أو نقص مليون، حوالي 85 مليون دولار من سنتين من لحظة ولادته. بما فيها أموال الحكومة المؤقتة من عداها قسم ما عدا الائتلاف. بس الائتلاف نعم. قسم منهم اللي هو 48 مليون دولار من السعودية، إجا من المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة وندعوها الى المزيد لان الشعب السوري يستحق اكثر من ذلك بكثير. والقسم كذلك الباقي من دوله قطر الشقيقه كذلك نشكرها بهذه المناسبه وندعوهم الى الاطلاع على واقع الشعب السوري. يعني اخي موسى 85 مليون دولار. ايه؟ حضرتك من اي بلد؟ انا من الاصل من ادلب. اي قريه بادلب؟ تفتناز. تفتناز، حط ال 85 مليون دولار بتفتناز بتضيع على حجم الكارثه الانسانيه الموجوده. احنا بدنا نص مليار بس اعاده اعمار. تمام. فيعني شو بتتوقع 85 مليون دولار؟ 1200 منزل بين تشغيل وبين مصاريف وبين مبالغ ودعفعات المجالس المحليه. بس ما يعني بس مثلا على مستوى ما اجاها ولا نقله. ابدا. انا الان اعطيك الكشوف بالمبالغ اللي سلمت للمجالس المحليه ولمين سلمت بالحرف. لكن انا شخصيا اخجل اذا بدي اروح على تفتناز اليوم اقول والله طلع لتفتناز 8000 دولار مثلا. شو 8000؟ لا ايه شو 8000 دولار؟ أيه. اعطيهن لواحد جريح بيطلب بعد 8 ليكفي علاجه. تفتناز فيها 100 200 على الاقل شيء 300 يعني قتيل او شهيد فيها. سيدنا لو حطيت ال 85 مليون دولار في اي قريه. أيه من قرى الشعب السوري بتضيع تماما. لو جبت مبلغ زهيد يعني لو جبت امهر انسان ما بيحرز يعني امهر انسان على وجه الارض في الاداره وقلت له دير القضيه السوريه بال 85 مليون دولار سيفشل بعد. طيب هذا ما بيعطيكم انطباع انه المجتمع الدولي يخدعكم؟ مو انطباع، هذا تاكيد يقين. اقين يعني تصور انه 80 مليون دولار. انا ذكرت في الكلمه قبل والله زعلتني عليهم في الملتقى انه اصدقاء الشعب اصدقاء النظام السوري صدقوا معه وايما صدق. لكن احنا الى الان يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد الائتلاف الوطني أو الأمانة العامة دولة تقول لك أنا هذا في الشهر 5 مليون دولار 10 مليون دولار اللي هو لا. حتى أكون صادق
في منحة قدمت من الولايات المتحدة يعني مرتبات وظائف, انه اخي كل شهر قديش في مرتبات احنا بندفع منها مبلغ. اما دولة تقول الان تشغيل, لا طبعا احنا الان جهزنا ميزانية كاملة يعني اعتقد بتكون جيدة فيما لا تحقيقها, حوالي 101 مليون دولار سنويا. شو بدك تسوي مع الاعضاء الائتلاف العاطلين؟ طبعا في خطتنا الجديدة كان على يعني سلم الاولويات محاولة الاستفادة من كل الكوادر البشرية الموجودة ضمن أعضاء الهيئة العامة في مكانها الصحيح. فمثلا الطبيب يعنى بمتابعة وزارة الصحة, والمدرس أو الجامعي يعنى بمتابعة وزارة التربية, إضافة إلى الاستعانة بعدد من الاختصاصيين من خارج أعضاء الهيئة العامة ممن انشقوا عن النظام أو من اللي ترك وفصل من وظيفته وهكذا. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء دكتور نصر, شكرا جزيلا لكم. حياكم الله.